السلام عليكم، هلا والله بالشباب، حياكم الله. مقطع جديد وحلقه جديده من انشاء فريق مهنه مدرب فيفا 22. قبل ما نبتدي، اللايك، اشتراك، تفعيل زر التنبيهات، وصلوا هذا المقطع اكثر من 12000 لايك شباب. الحلقه اللي راحت الدعم قليل، جهزوا لنا دعم رهيب على هذا المقطع حتى اتحمس وانزل لكم مقاطع اكثر من هذه السلسله. اليوم اعتقد عندنا حلقه رقم 12، واحنا حاليا مع نهايه فتره انتقالات نصف الموسم. ميزانيتنا 9 مليون او تقريبا 10 مليون. للاسف حاولت اتفاوض بالحلقه اللي راحت ويا اللاعبين، وكل اللاعبين ما يقبلون يجونا، والسبب انه احنا بالدرجه الثالثه من الدوري الانجليزي، لازم نصعد للدرجه الثانيه. طيب يا مصطفى، ايش قد ترتيبك بالدوري؟ حاليا فريقنا بالمركز الاول بالدوري الانجليزي درجه ثالثه، الفارق كبير على صاحب المركز الثاني 15 نقطه، يعني يا شباب تقريبا مأمنيها. واتوقع اليوم راح نمشي هواي، اليوم راح نسوي سكيب هواي، واللي راح يصير يا شباب حتى لا تكون حلقه ممله، مباشره راح اقول لكم فزنا 2-0، فزنا 3-0، فزنا 4-0، خسرنا، تعادلنا، بهذا الشكل راح يكون للمشي الحلقه حتى لا تكون ممله ان شاء الله، ونخلص نصف الموسم هذا. وبعد اريد اليوم ان شاء الله، بعد اريد يجي لنا عروض ان شاء الله لاعبينا، راح ندخل ونشوف، وهسه راح نمشي بالوقت، ويا رب يجينا عروض اللاعبين. عرض انتقال على سبيل الاعاره لبوردي، بوردي بوردي، لا 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 لا، رفض رفض رفض، ما ارد ابيعه. اوكي، من الشغلات اللي قلتوها لي بالحلقه اللي راحت والامور الحلوه الصراحه، الاقتراحات الرهيبه، فينيسترا قلتوا مصطفى يتطور بشكل رهيب، وتعليقات كثيره على فينيسترا، قلتوا لي مصطفى خليه اساسي، فراح يكون اساسي فينيسترا رسميا. سلفادور راح يكون هو الاحتياطي صاحب ال 31 سنه. سلفادور حتى الان ما جاي اقدر اخليه على قائمه الانتقالات يا شباب، ممكن اللاعب يعتزل، ما ادري، انا اصلا اشتريته مجانا، بس اتمنى حصل لي منه مليون مليونين. وقبل لا نمشي بعد بالحلقه يا شباب، اكو لاعب اريدكم تذكروني بيه وما اريد انساه، يعني دائما قولوا لي مصطفى فلان لاعب راقبه، ذكروني بيه، وهو اللاعب ماير. هذا اللاعب يا شباب المتوقع يوصل 93 الى 83، تسعينات، احتمال تسعينات يا شباب. هذا اللاعب عمره 15 سنه، ما اقدر هسه اصعد الفريق الاول، مثل ما تشوفون ما يصعد، يلعب ار ام، اللاعب راح احتاجه بشكل رهيب. دائما ذكروني بهذا اللاعب وقولوا لي مصطفى جيبه، ممكن يا شباب هذا اصلا نحوله الى صانع العاب. لاعب ممتاز. عرض انتقال لريف، ما عندي خط وسط والله، ايش قد السعر؟ مليون و600، لا لا رفض. ريف جاي تجي له عروض كثيره يا شباب، واحنا نرفض ونرفض ونظل نرفض. اتمنى من نخلص الموسم تكون عندنا ميزانيه، اتمنى يا شباب خلاص بعد راح اظل اجيب اللاعبين التوب ان شاء الله، نبدا ندخل بمرحله نجيب لاعبين ممتازين، ولو اسعارهم ارتفعت، اغلبيه اللاعبين اسعارها ارتفعت بسبب مشينا موسمين، هذا الموسم الثاني. توماس اسانت عرض له 600000، لا يا حبيبي رفض، اوه مع مبادله. ال بي رفض رفض يا ولد. اوكي، اخر ساعه من فتره انتقالات قبل لا نغلق السوق، خلينا نشوف اغلى الصفقات. عندنا هذا اللاعب جارافان بيرتش، مهم، راح لانتر ميلان. وعندنا ديفيز راح الريال مدريد ب 97 مليون، والنصيري راح لايفرتون ب 91 مليون. خلاص انتهت فتره انتقالات نصف الموسم يا شباب، رسميا خلص الموسم. طبعا الحلو احنا بمركز الاول، امورنا طيبه، امورنا ممتازه. خلينا نشوف التقرير الشهري فريق الشباب اللي احنا مركزين عليه بشكل رهيب. اوكي، هذا دخل الطاقه 60، متوقع 90. المفروض يا شباب هذول اللاعبين اللي فريق الشباب نقدر نعرضهم مباشرة على الإعارة أو البيع بدون لا نصعدهم من فريقنا الأول، فما عندنا خيارات غير التصعيد، هذا الشيء خطأ الصراحة، المفروض نقدر نعطي إعارة وهو فريق الشباب، ماكو مشكلة. متوقع إدماير نزل يا حبيبي، نزل حرام. مباراة ضد المركز التاسع، 3-1 مجبري، سلفادور وأسانت سجلوا جيد، أسانت إن شاء الله يكتسب مركز الأستي، إذا تذكرون بالحلقة اللي راحت دربناه على الأستي. عندنا ربع نهائي الكأس، كأس الدرجة الثالثة، يلا نروح نلعب المباراة ويا رب نفوز بهذه البطولة، أريد أفوز بها إن شاء الله. أوكي، فينيستر الجاهزية عنده شوية تعبانة، لازم اللاعب بيكون جاهز أكثر، وإن شاء الله يا رب يتطور، يدخل السبعينات بأسرع وقت، عمره 17 سنة، يا رب يتطور. يلا شباب بسم الله، مباراة كأس، احنا ان الدوري والكأس إن شاء الله، هذا الكأس ما اريد اخسره يا رب. شباب تركيز يا بوردي، يلا اريد أداء عالمي. هذه صعبة، هذه صعبة، يا سلام خافية، حلوة توصل، العب يا عمري، انقولوا انقولوا، ضاعت ضاعت ضاعت، حلو، فريقنا حتى الآن جيد، يلا إن شاء الله نقدر نفوز يا رب. لا 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 لا، بلعنا والله بلعنا يا شباب. الهدف الاول، اسانت اسانت لحد الان ما يعرف يتمركز صح، ترجع الى ريف، ريف يا ضرب يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، يا سلام، الهدف الاول 1-0، يا ريف رهيب رهيب رهيب، تقدمنا بالنتيجه او تعادلنا ورجعنا للمباراه مباشره عن طريق القائد ريف. شفت توماس اسانت والخارج، خارج المنطقه بعيد، بس الهدف حلو. سوينا هواي تغييرات عن بدايه الموسم، فينيسترا نزل اساسي، وعندنا توماس اسانت صار قلب هجوم، يعني اكو تغيير، جيمس دالي طلع من الفريق هداف الفريق، لعيون سيمونز، وسيمونز بعدين ما قدرنا نجيبه. لا لا لا، حلوة 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 خافية. أسانت، توماس، مجبري 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 مجبري، جول يا ولد، مجبري، والهدف الثاني 2-1، جيد. نروح نقولوا الله 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 الله، اندفعوا اندفعوا ذولي يا شباب، المباراة لنا إن شاء الله، إن شاء الله المباراة لنا، يلا العب له،
يا سلام، هي يا مجبري، هي والهدف الثالث 3-1 اللي اتمناه هسه يندفعون اكثر، خلي يسجل اهداف اكثر، خلي يطورون اللاعبين. فينستر يتالق ان شاء الله، يلا خلينا نلعب على جهه فينستر يا شباب وخليه يتالق. هجمات مرتده سريعه جاي ندمرهم، يلا اقطع الكره، اقطع 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 جيبها. لا يا ولد، هذه خطره، هذه خطره حلوه. سادلر، يا سلام يا خفير رهيب. لا جو يسوي، تنطيك كرة، يعتذر بوردي يا حبيبي، ايش تعتذر؟ شوف هو طال الكرة، شوف راح صنع له الهدف، نطاء اسيست يا حبيبي، اسيست. ارجع العب، اضرب اخيرا توماس اسانتو، هدف رابع 4-2 يا شباب سجلنا هذه المره اسانتو. اذا اكتسب المركز ان شاء الله الارقام راح تتغير وتكون مرتبه ان شاء الله، بس خلينا نخلص هذا الموسم راح اسوي لكم احلى ارقام، بس اذا اشوف منو اللي يستاهل يبقى ومنو يستاهل الرقم اللي راح ننطيه اياه ومنو لا. روح، مجبري 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 مجبري، يا عمري يا سلام يا رهيب. هذا الهدف الخامس، 5-2، ده نتيجة كبيرة. الفريق اللي ضدنا متواضع بس احنا صارت عندنا اخطاء لا اكثر ولا اقل. تألق واضح لمجبري، يا سلام على انجول وتمريرة رهيبة واستلام وتصويب رهيب بعد من مجبري. يلا العب، فينستر ضاعت، ضبط رجلك. الحارس هو اللي صدالها، والله حلو يا فينستر. اعتقد يجي وقت التغيير يا شباب، خلينا ننزل هذا بدل توماس اسان، كول بعد ينزل بدل ريف، وموريرا ينزل بدل بوردي. طبعا سلفادور ما نزلته، اريد فينستر يشارك اكثر، اريده يكون جاهز اكثر ان شاء الله. الحلول امامه، الله يستر الله يستر. يا سلام خافيه رهيب فينستر، يلا ادخل للعمق، اريدك تسجل يا ولد، اريدك تسجل. سوى كل شيء الا الجول، خلاص سافرت الحكم نهايه المباراه، فزنا وتاهلنا نصف نهائي الكاس. رسميا توماس اسان تكتسب مركز الاس تي يا شباب وتحول اس تي رسمي يا ولد. خلينا ندربه على هداف قناص حتى يتطور عنده الانهاء، يلا اشتغل يا حبيبي، 27 اسبوع باذن الله يكون توب. من كالعاده نصعد اللاعبين اللي يستاهلون يصعدون، هذا المراقب اللي بالبرازيل جايب لنا كم لاعب ونشوف من اللي صعد من راح نرفضه، وهذا المراقب الفرنسي جايب لي بعد 4 لاعبين ما بيهم، اعتقد اي واحد يستاهل انه يصعد ما بيهم. اوكي والله هذا الظهير يا شباب ممكن يطلع منه شيء بالمستقبل، خلينا نسوي له خطة تطوير ونشوفه، خلي راقبونا ازيد، خلي ظهير متناوب على الطرف 5 اسابيع ونشوف هل راح يطلع منه شيء ولا. مركز 14، فزنا بالتشكيلة الاحتياطية 4-1، هولدن سلفادور سجل 3 اهداف هاتريك، هو يرد علي بقوة سلفادور، والله مو علي، عليكم انتم اخترتوا فينيسترا يكون اساسي وخلاص، فينيسترا اساسي الصراحة، حتى انا احب اللاعبين الشباب افضلهم دائما مثل ما تدرون يا شباب. اوكي مجبري هو عندنا هداف من فريقنا 16 هدف، ان شاء الله يسجل اكثر يا رب. مركز 22، فزنا بس 1-0 وبعد بتشكيلة احتياطية وقلب الدفاع سادلر هو اللي سجل. سوبازيك 1,400,000 لاعب صعدته من فريق الشباب يا حبيبي، اوكي نسوي له تفويض والله يجيب لنا سعر ويجيب لنا فلوس. مركز 16، 2-1 ريف ودواء ما اعرف شنو اسمه، المهم هو سجل. هذا اللاعب اشتريناه بالحلقة اللي راحت قلب هجوم. اوكي تقرير الشر لفريق الشباب، هذا راح يطرد رسميا وانت بعد تنطرد. اوكي مباراة ضد رودرهام صاحب المركز الرابع، الفارق كبير يا شباب والله لازم سكيب يعني الصراحة، شوف الفارق يعني بيننا وبينهم تقريبا 14 نقطة، مستحيل ألعب هالمباراة. فزنا 1-0، سادلر هو اللي سجل الهدف. أوكي اتفاق لبيع سوبازيج، 1,800,000 والله يا شباب خلي روح ونصعد من فريق الشباب ونبيع يا عمري، ما يخالف ما عندنا مشكلة. هولدن عرض، شوف هولدن لاعب الكبير واللاعب اللي عليه اعتماد، ما يجيب بأسعار لاعبين الشباب، بس ما راح أبيعه أكيد، نخليه بديل مستفادين منه بس ذاك نبيع. ديربي كاونت مباراة مهمة بكأس، هو الكأس اللي FL يا شباب، هذا اللي تابع للدرجة الثانية. اوكي المستكشف الكاميروني جاب لنا لاعبين، وخلي نرفض اللي نرفضه ونجيب اللي نجيبه، والله شكلنا ولا لاعب من الكاميرون راح نصعد. اوكي المستكشفين يا شباب راح نرجع نبعثهم من جديد، اعتقد واحد راح نوديه للارجنتين، او الارجنتين جبنا من عند الاورجواي ممكن يطلع من عندها لاعبين. خلي نروح البلجيكا بعد يا شباب، بما انه احنا نادي انجليزي بعد، خلي نبحث بانجلترا. ديربي كاونتي نصف نهائي الكاس، مباراه واختبار حقيقي ان باذن الله الفوز بهذه المباراه، ندخل من اجل الفوز والوصول للمباراه النهائيه. طبعا يا شباب الالقاب لحد الان اللي حققتها هي لقب الدوري الدرجة الرابعة، فما عندي اي لقب ثاني، وهذا اللقب الثاني اللي هو الدوري الدرجة الثالثة، بعد اريد الكأس، يا رب هذا الكأس ناخذه حتى نضيفه لألقابنا. وبعضكم قال لي مصطفى اجر ملعبك الامريكا، يا شباب من الحلقة اللي راح اسأل
عندكم شلون نأجر الملعب؟ اللي يعرف خليه يكتب لي بالتعليقات، لأن الصراحة ما أعرف شلون أأجر الملعب، وما أشاهد أي فيديوهات ثانية الناس تشرح أجانب ولا عرب ولا أي أحد. أوكي، مباراة مهمة، بس مشكلة هذه البطولة إنه ما بها احتياط، 5 احتياط بس نقدر ندخل، فالله يستر. أنجولو أساسي، أوكي هي تشكيلتنا نفسها، فينستر أعتقد هو اللي راح يشارك وتطور حبة صار 68، خليه يشارك أساسي، سلفادور ممكن ينزل شوط ثاني، احتياطي ممكن، مجبري أسانت بالمقدمة، أعتقد تشكيلتنا بهذا الشكل راح تكون قوية بإذن الله، الفوز والثلاث نقاط والوصول للمباراة النهائية إن شاء الله. هل نحتاج نصعد حارس أو منو نحتاج نصعد؟ عندنا مهاجم وسط، ما نحتاج أي لاعب الصراحة، بس ممكن قلب دفاع، يلا يلا خلي هذا الظهير. يلا بسم الله نزول لاعبين لأرضية الملعب ودخول مصطفى شخصيا إلى ملعب المباراة، نصف نهائي جاي نقود فريق من الصفر، وصلنا لهذه المرحلة نلعب ضد ديربي كاونتي يا شباب، الفريق قوي، الفريق اللي جاي نلعب ضده هسه الفريق ممتاز، الفريق إلى تاريخ. يلا بسم الله صافرة البداية، ويا رب الأداء الرهيب، الأداء الخرافي، الفوز والنهائي، إن شاء الله نوصل للنهائي يا شباب بإذن الله، ونرفع علامتنا التجارية ونحصل فلوس إن شاء الله بنهاية الموسم، نريد البطولة هذه من أجل الفلوس اللي بيها. شباب الصراحة الفوز بهاي المباراة اعتبره بطولة، ركزوا ركزوا ركزوا، أوه حطها بسقف المرمى وجول، حلو أوفسايد، أوكي أوكي أوكي، مدام أوفسايد بإذن الله رجعنا، ممكن عرضية؟ هي؟ هي؟ لا، يا ريم، العب، يا عمري، يلا، لا 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 حرام، اوه حط حط والله هو رايق، الله يستر الله يستر، القائم خلصنا، جيبها يلا، يمتى تدخل يمتى، اوه 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 الله 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 ستر، خلاص من استر اطلع، ما عندك خبره والله، تعال انزل سلفادور، يا الله والله جاي يسوي كل شيء، والله جاي يسوي كل شيء بس ما جاي تجي، يا توماس يا اسانت، هذه جول، هذه ما تضيع الصراحه، جيبها 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 جيبها، حاول تجيبها يا بوردي، والله حرام 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 حرام، هذه النتيجة حرام، هذا المهاجم راح ننزله بدل توماس أسان، نزل كول، والله ما أدري يا شباب بدنا ننزل بعد، خلاص مباراة أصلا راحت من عندنا، خلاص مستحيل بعد راح نقدر نجيب المباراة ها. روح ريف ريف، وين يروح وين يروح وين 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 وين، بطيء 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 الولد بطيء، يلا يا سادلر المدافع، خلاص صافرة النهاية يا شباب، خسرنا مباراة الكأس، الأداء الصراحة الصراحة خلينا نكون واقعيين، هجومنا هو اللي خذلنا، هجمات مرتدة جاي نخسر وضيعنا فرص، ما كنا نستحق انه نفوز بهاي المباراة، ولو الاستحواذ انه عندنا 5 تسويبات، تمريرات ناجحة سيئة، عندنا مشكلة بالتمرير الناجح، عندنا مشكلة بانهاء الفرص، مركز 20، تعادل 2-2، كول وبوردي سجلوا، خلاص بعنا سوباجيك يا شباب وحصلنا 1,300,000، مركز 18، اوه خسرنا 2-1، حنبعل سجل لكن خسرنا، مركز 12 فزنا 2-0 حنبعل سجل هدفين، اوكي الاداره تريد نبيع لاعبين من فريقنا وما جاي اقدر ابيع، شلون ارفع الميزانيه ما ادري الصراحه، ما جاي نقدر نبيع، اوكي شباب اعتقد اكو لاعبين راح ينطردون، يعني هذا اتوقع راح ينطرد لان المتوقع نزل نزل كثير نزل، بس ممكن يزيد اذا زادت طاقته نوديه ونبيعه، نوديه فريقنا الاول ونبيعه، يعني عندنا مثلا هذا ال بي متوقع عنده عالي وطاقته بعد حلوه 68، والله ممكن هذا يا شباب يطلع منه هذا الصراحه، اعتقد احسن من الاظهر اليسار اللي عندنا، خلينا نصعد للفريق الاول ونشوف تشكيلتنا، اوكي الظهير اللي عندي براوني 61، والله هذا افضل يا شباب بكثير افضل، ومونتينيغرو 52، مونتينيغرو المفروض ما يبقى بالفريق، تعال اصعد تعال يا حبيبي اصعد، اساسي يكون، عمره 17 سنه اساسي، اي اساسي، براوني كم عمره؟ 25، مونتينيغرو عمره 17 سنه، نبيع براوني يا شباب ها؟ نبيع براوني، اجى له عرض براوني 450,000 تقريبا او 500,000 تقريبا، نوافق مباشره بدون تفويض، خير روح، صعدنا لنا كم لاعب من فريق الشباب وتوقع هذا واحد من عندهم يا حبيبي، خليني اسوي لهم خطه تطوير ويا رب يتطورون، ونصعد للفريق الاول نعرض للبيع كالعاده يا شباب، هذا ال دبليو بي يا شباب بس طاقاته تميل الى المهاجم ما عنده مشكله اعتقد، حتى التسديد البعيد عنده 69، فنخليه ال دبليو او لاعب خط وسط ما ادري، تمرير القصير عنده 70 راح نخليه سي ام هذا اللاعب، مركز 11، خسرنا 1-0، شباب الفارق بيننا وبين صاحب المركز الثاني 11 نقطه،
فارق بعده كبير هسه عندنا مباراة ضد المركز الخامس، فارق كبير بيننا وبينهم فسكيب. فزنا 3-2 ودي سوزي منو هذا؟ هذا الظهير اللي صعدناه ولا شنو؟ فينيسترا بعد سجل وحلو حلو حلو انجولو جيد. اي مباراة ضد المركز الثاني وهي المباراة الوحيدة اللي راح العبها من المباريات المتبقية، الفوز بهذه المباراة معناته يا شباب ضمننا المركز الاول رسميا، ولو هو تقريبا ضمنناه ما بقى شيء يعني. باقي 3 جولات هنا والجولة الرابعة والخامسة، 5 جولات باقية يا شباب. عندنا ديربي كاونتي، فريقهم والله قوي من لعبنا ضده، بس هو بالمركز الرابع. براوني للأسف ما انباع. دي سوزا هو يا شباب الظهير، شوفوا عندنا شوي شوي اللاعبين بدأوا يتطورون الصراحة، بس بوردي لازم نبدله. بوردي رادنا سي دي ام فتاك نجيبه يا حبيبي مدمر، بس بوردي عند القدم الضعيفة حلوة يعني، 5 نجوم قدم ضعيفة حركة مهارة، 4 نجوم اللاعب يعتبر جيد، بس ليش ما جاي يتطور؟ 18 سنة والله المفروض يا شباب يتطور، لاعب حلو يعتبر. خلينا نحسم الدوري، الأجواء أمطار، يلا صافرة البداية. توماس أسانتي لا مجبري، مجبري العب على السريع يا حبيبي. ريف يلعب على الطرف، يلا يا دي سوزا اللاعب الجديد يلا العب، يا سلام حلوة أسانت. وقع بالمحظور وضربة حرة وكارت أصفر، كان ممكن تكون أحمر والله، والله ما عندنا مسدد يا حبيبي. يلا هو نقوله سهلة بيد الحارس، الله يستر الله يستر، سهلة. أسانت مجبري، يا حكم يا حكم، والله ما يصير بهذا الشكل، طرد يا ولد. أوفسايد؟ ماكو أوفسايد، حرام 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 القائم. أسانت مجبري جول يا ولد، يا سلام عليك مجبري. حلو الهدف الأول، 1-0 على الوصيف، على صاحب المركز الثاني. بوردي العب، يا سلام، يلا على الطرف، وصل مجبري يا ولد يا ولد. ريب حلو، هالو عندي لاعب خط وسط يقدر يصوب من بعيد، تصويبات قوية. الله ستر ما اجى التعادل، سجلها يا ريف سجلها، والله سهلة. خنطلع فينيسترا وننزل سلفادور. بوردي يا ولد هو افضل مصوب عندي من خارج المنطقه من بعيد. اوكي عندهم كارت احمر يا شباب، والله ما انتبهت انه عندهم كارت احمر. وصل مجبري، اضرب حلوه مجبري، اصعد توماس، اصعد روح يا ولد يا مجبري، والله تمريرتك عالميه. توماس اسانت الحارس، خلاص اتوقع اسانت يطلع يا شباب، خلينا ننزلها. وكل بعد ينزل بدل ريف، عرضيه هيا مجبري اوه يا سلام، كول سيفادور، حرام. انتهت المباراة 1-0، أداءنا بهاي المباراة كان أسطوري. الفارق 14 نقطة، يعني إذا باقي 4 مباريات احنا خلاص فزنا، 1-2-3-4، حتى لو خسرناهم 4-12 نقطة يا شباب خلاص رسميا احنا أبطال الدوري وخلاص فزنا بالدوري. يلا خلينا نمشيها على السريع، 4-0 فينيسترا سجل هدفين يا حبيبي، المرة بتشكيلة احتياطية سويت المحاكاة، وخلينا نشوف النتيجة. 1-0 مجبري سجل لنا بعد ما نزل بالشوط الثاني. أوكي خلينا نشوف فريق الشباب، هذا اتوقع راح نطرده 58، والله انا المفروض انت بال 60 عمرك 18 سنه، عفاء اللاعب طارد روح. هذا اللاعب يا شباب ما راح يطلع منه شيء بالمستقبل، بس راح اصبر عليه شوي يعني، حتى لو سبعينات ما يخالف انا راضي. وهذا بعد ما راح يطلع منه شيء بالمستقبل، هذا هم ما راح يطلع، ما اتوقع يطلع من عندهم شيء بالمستقبل دول اللاعبين. هذا 17 سنه، والله نزلت طاقاتكم يا ولد. عفاء انت بعد عفاء يا حبيبي عفاء. ماير هذا يا شباب يا رب يتطور، هذا اريده يتطور. مباراه ضد ديربي كاونتي بالدوري وسكيب، عدلنا 1-1 انجول وسجلنا الجول. خلاص يا شباب هذه اخر مباراه بالدوري، وفزنا 2-1 رسميا، انتهى الدوري وانتهى الموسم. مجبري وانجول سجلوا، مجبري كانت صفقه رهيبه الصراحه، مجبري ادى اداء ممتاز. خلونا نشوف هدافين الدوري. اوكي مجبري عنده 22 هدف، فارق 3 اهداف على المتصدر، يعتبر شيء جيد وممتاز بالنسبه لمجبري. ان شاء الله الموسم الجاي راح يكون بالتشامبيونشيب يا شباب، الموسم الجاي راح يكون نار، الموسم الجاي راح يكون صعب. خلصنا الموسم 108 نقطه، اعتقد خرافيين كنا.
ادريانو روبيرو يريد يخرج. منو هذا؟ ليش تخرج يا ولد؟ اوكي هذا عمره 18 سنه يا شباب، يريد يطلع من الفريق. والله ممكن نصعده ونستفاد من عنده فلوس. تعال تصعد الفريق الاول، هسه راح اروح اعرضه للبيع. جابرييل هم يريد الخروج، خلينا نروح نشوفه. هذا هو اللاعب يريد يخرج، هذا ما يجيب لنا سعر اصلا. روح اطلع انا اطلعك، مو انت تطلع. دينيس كوريا يريد الخروج، هذا ممكن بعد يجيب سعر، ممكن يا شباب يجيب سعر، فنصعده للفريق الاول. اوكي الاداره سعيده بالانشاء الاكاديميه وتطوير الاكاديميه، خلينا واحد من اللاعبين يلعب طول الموسم وهو اكيد خافير لعب موسم كامل فريق الشباب. شنو اللي ما انجزناه؟ بلوغ دور 16 من كاس الامارات ما قدرنا نحققه، وصعب جدا نحققه الصراحه. كان الوضع المالي هذا ما عرفت شلون احققه اصلا، ما بعنا لاعبين، بس عامه تعتبر او يعتبر موسمي جيد. حققنا ارباح 8 او 9 مليون، يعني حيصير عندنا 18 مليون. يلا خلينا نبيع براوني، روح بس اريده يروح هذا اللاعب يا رب. اوكي خلينا نشوف لاعبين الشباب منو نطرد. هذا اتوقع راح ينطرد، هذا ما جاي يتطور الكاميرون، وهذا يا شباب خلاص صبرت عليه وراح اطرده. يلا نتامل خير بذولي. وعندنا ماير، هذا ماير يا شباب صار 61، كنت اتمنى يتطور اكثر بس ما جاي يتطور. اوكي خلينا نشوف خطه التطوير بعد كم اسبوع وبقاله 8 اسابيع. يلا يكتسب وسط من تناوب على الطرف، السرعه والتسارع عنده جيده، والله راح ندرب على شغلات ثانيه ان شاء الله. ما جاي يتطور المشكله، يعني بطيء بالتطوير. حلو جاء عرض انتقال لكوريا، هذا اللاعب اللي صعدت مليون و900. والله شباب لاعبين الشباب هم السر الميزانيه الصراحه، لازم اجيب من عندهم وابيع، سوي له تفويض ويا رب يجيب لنا مليونين حلوات تجي لنا، وان شاء الله ان شاء الله اجيب لي لاعب فتاك باذن الله يا شباب، اجيب لي لاعب 20 25 مليون لازم، ولا بكيف بهذه التشكيله ممكن اقاوم. وانا مستمر ابحث على لاعبين اوديهم الفريق الشباب ونصعد الافضل، يصير عمره 18 17 نصعده ونبيعه او نستفاد من عنده، مثل فينيسترا استفادينا من عنده، وخافير ابرز اثنين استفاديت من عندهم الصراحه واتوقع لهم مستقبل. شباب هذا الحارس البلجيكي قوي، واحنا صعدنا خافير وهذا اتوقع له مستقبل راح يكون بعد، اما هذا الحارس ممكن نبيعه، فاتوقع راح اصعده وعرضه للبيع. مليونين و700 كوريا اللي جبناه من فريق الشباب، يلا يا رب. اوكي عندنا لاعبين رجعوا من الاعاره، هذا اللاعب كان مون بيبي سيتي وهذا اللاعب بعد كان معار يا شباب. اوكي بالنسبه للبطولات اللي راح نشارك بها يا شباب حاخذ اضعف وحده نفس الصعوبه، والله اخذ اكثر وحده بها فلوس لاعب، ما دام نفس الصعوبه اكثر وحده بها فلوس جيب. بدينا بانتقالات يا شباب رسميا، اكيد الملعب راح نكبره من هاي الحلقه، راح نكبره وراح نشتغل على الملعب. فبما انه بالتشامبيون شيب صرنا يا ولد، خلينا نوسع الملعب الى 30 الف متفرج، هذا حلو او هذا، خلينا هذا يا شباب 30 الف متفرج، وسعنا ملعبنا. فاينل بارك توسع، المدرجات واللون راح يبقى كله نفس ما هو، والارضيه بعد نفس ما هي، والاجواء بعد نفس ما هي، ما نحتاج نغيرها. الشارع اكيد ما غيرها يا شباب، خلاص راح تبقى شارتنا هذه، لان صعب جدا انه نلقى شارع حلوه. بالنسبه للطقم، اوكي شنو الطقم اللي راح تدخل به هذا الموسم يا مصطفى؟ هذا يا شباب راح يكون طقمنا الثاني، الطقم الاول باللون الابيض، وريده طقم حلو يا رب نلقى لي طقم حلو. شوف هذا طقمنا كان، يا رب نطور. راح اغير اللون الثاني الى اللون الاصفر، لو كان الشورت احمر كان حلو. طيب اذا نختار بهذا الشكل ونخلي الشورت احمر يصير؟ اوكي يقول لي ما يصير الطقم الاساسي والطقم الثانوي متشابه، خلي هذا اصفر وهذا احمر. اوكي اعتقد بهذا الشكل راح يكون طقمنا، بس شارة القياده مو واضحه. مو مشكله هذا اللي قدرت اطلع به. هسه جت اللحظه المهمه، اللحظه اللي راح اشوف بها الميزانيه، اللحظه اللي انتم هسه راح تكتبوا لي بالتعليقات وتقررون من اللاعب اللي نشتري ان شاء الله. يا رب بتكون الميزانيه رهيبه. طبعا احنا راح نلعب بالتشامبيون شيب، اذا فزنا راح نتاهل لليل بريمير ليج بسم الله. 23 مليون يا شباب، 23 مليون يعني نقدر نجيب لاعبين. شوفوا اللاعبين اللي عندنا حاليا، عندنا توماس اسانت بالهجوم 73، مجبر 72، فينيسترا صعد لل 70، هذا اللاعب صعد لل 69، ممكن يتطور بعد. عندنا اوكي انجولو 69، ممكن نبيعه يا شباب ونجيب لاعب بداله او نصعد من فريق الشباب. فهذول اللاعبين اللي موجودين عندنا، لاعبين رجعوا من الاعاره، لاعبين موجودين. اللي راح يصير بالحلقه الجايه ان شاء الله راح نعرض لاعبين للبيع. براوني هذا الشباب ان شاء الله ابيعه، احاول باذن الله اشتري لاعب قوي باذن الله. فاذا اشتريت لاعب بقلب الهجوم ممكن توماس اسانت ابيعه. اوكي نبيع توماس اسانت يا شباب، والله ما عندي مشكله. والمركز الثاني اللي اريده هو الدي ام اف او السي دي ام. السي دي ام عندنا موريرا 61، عمره 18 سنه، وبوردي بعد عمره 18 سنه يا شباب. انا محتار الصراحه بالسي دي ام، هل استمر عليهم او لا؟ بس بوردي اذا تشوفونه 5 نجوم ب4 نجوم، فيعتبر بوردي جدا قوي يا شباب، رهيب، يعتبر رهيب بوردي. ريف ممكن نبيعه، ممكن اذا جبنا لاعب قوي، بس على الاغلب اللاعب اللي راح ينباع هو توماس اسانت، ونجيب بداله قلب هجوم، لان مجبري ما ابيعه، فينيسترا ما ابيعه، وهي لاعبين ما اريد ابيعهم. لوزانو يا شباب انا كنت بالبدايه مخطط اشتريه، بس شوف حاليا 74 طاقته، وهذه الطاقه سهله صارت نجيبها، احنا نشيلها من قائمه المراقبه. حارس ما اعتقد اني بحاجه الى حارس مرمى، شيله. هذا اللاعب كان يلعب ريال مدريد الالماني، كنت اريده وما اجاني، ممكن اشتريه، 21 سنه، اللاعب جيد 34 مليون، سعره شويه عالي. اذا تردون نجمع له فلوس حتى نشتري
اشتريه اكتبوا لي بالتعليقات هاي اذا قدرنا نشتريه اصلا، لان اكيد ما راح يقبل. هذا اللاعب بعد كنت اريده ريس باندوري، ريس باندوري صار 55 مليون في يوم من الايام، كنت احاول اريد اشتري هذا اللاعب هسه 55 مليون يا شباب، ما قدرت اشتري انا اذا تذكرون، ما قدرت، حاولت وما قدرت. هذا بعد المدافع حلو 43 مليون، يا الله والله اسعارهم عاليه. هذا 61، هذا 14 مليون كام، يعتبر حلو، يعتبر حلو، بس مجبر ان شاء الله يجيب هاي الطاقه بهذا العمر باذن الله بسهوله. هذا احذفه اكيد، انت بعد احذفك. اسماعيل غاربي 70 عمره 19 سنه، ال دبليو ما اريد ال دبليو، اريد اس دي. سيمون صعد ل 6 مليون عمره 20 سنه طاقه 72 سي ام. خلينا نحاول نتفاوض يا شباب، والله نحاول، الله اتفاوض له وخلي الحلقه الجايه شباب. شوفوا سعره 6 مليون راح ننطيه مباشرة 6 مليون، نقول بسم الله. يعني الشرط عند البيع إزالة الشرط، تقديم رسوم جديدة، خلينا نزيد المبلغ شوية خلاص. الله 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 الله، سيموز يا شباب ب 6 مليون راح نشتريه. مو على مود إنه سيموز راح يتطور، لأن ما أتوقع راح يوصل الأرقام خيالية صراحة، بس اللاعب راح أبيعه، أطوره وأبيعه يا شباب، استفاد من فلوسه. وهذا اللاعب ممكن يكون أساسي بدل ريف، ريف يطلع من الفريق. جبنا لاعب خط وسط، نروح نفاوض اللاعب، يلا يا رب. يريد دوره حاسم، العقد اكيد 5 سنوات، سنتين بس يا شباب العقد بدون شرط جزائي. اوكي الراتب هسه هو راتبه 41 ألف، انا ممكن انطيه 50 ألف وننطيه مكافاه بعد 500 ألف. خلاص رسميا جبنا تشافي سيمونز. ريف راح تنباع يا ريف، خلاص والله راح تنباع. هيبة سيمونز 72 طاقة حلوة بخط الوسط، عجبتني. بوردي الصفقة الجاية راح تكون مركزك، يلا يا بوردي ركز اتطور يا ولد، اريد طاقة 70 يا انجولو يا بوردي. سادلر خلي، بس هذا اللاعب ممكن يجيب له بديل. ريف رسميا الى قائمة الانتقالات، قائد الفريق يروح للانتقالات رسميا بعد سنوات طويلة، سنتين معانا. اوكي شباب هذه البطولة الودية، بعد ارد افوزها وارد احصل الفلوس اللي بيها مليونين وشوية. حاليا عندنا 16 مليون ما تكفي تجيب لنا مهاجم يا مصطفى، لازم تبيع لاعبين. مثل ما شوفوا المستكشفين ما بعث فيهم لاي دوله، انطونا 3 دول بيهم نجوم حتى لو مو يكونون عندنا يعني اللاعبين، فاريد الريت عالي، ريت عالي يعني فلوس عاليه. خلاص يا شباب اعتقد راح اكتفي اليوم، اعتقد الحلقه كانت رهيبه اليوم، ان شاء الله الحلقه الجايه اريد افوز بهذه البطوله، هذه البطوله راح العبها خطه والتكتيك ندخل بيه، وان شاء الله يا شباب حتى اذا العب مباراه واسوي مباراه سكيب هذه البطوله اريدها باذن الله اريدها، والنهائيه لعبه حتى لو كان خلف الكاميرا يا شباب اريد البطوله، فان شاء الله هذه البطوله اخذها بدي احصل فلوسها. وريف خطيه يقول انا متفاجئ، يقول انا استكشف فحسب بعدين نبيع ان شاء الله، ما عليكم. بس يا شباب اعتقد اللي ناقصتكم في المقطع اللايك الاشتراك تفعيل زر التنبيهات، الحلقه الجايه ان شاء الله نركز على المطلوب من عندنا من الاداره والجماهير، حاليا الثقه عندنا 84 ان شاء الله نركز عليها اكثر. بس يا شباب اللايك، الله الله باللايك وبس، في امان الله.